السيسي يعرب لرئيسة إثيوبيا تطلعه لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. ديمستورا يقول إن الأمم المتحدة رفضت أي دور أممي في تشكيل اللجنة الدستورية. واشنطن تعلن اعتقال شخص في ضواحي ميامي على علاقة بالطرود المشبوهة. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بين مصر وإثيوبيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويضمن للشعبين المزيد من الخير والنماء والتقدم. كذلك في برقية تهنئة بعث بها السيسي إلى سهل زودي بمناسبة انتخابها كرئيسة لإثيوبيا. نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع على جميع الأصعدة سواء المحلية أو الإقليمية والدولية. المزيد نتابعه مع حضراتكم في هذا العرض. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه هذا الأسبوع بتفقد إحدى القواعد الجوية ومشروع مستقبل مصر، واستمرارا للمشاورات الجارية بين مصر والسعودية. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آخر التطورات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل تنسيق الجهود على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة. تعزيز دور مصر في أفريقيا كان أيضا على أجندة الرئيس السيسي، حيث أكد في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التنزاني تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا في مختلف المجالات، فيما أشاد الرئيس التنزاني بالاستثمارات المصرية في بلاده، ولا سيما بعد رسو عطاء تصميم وتشييد سد ستيغلر جور على شركة المقاولون العرب. وخلال الأسبوع الماضي تلقى الرئيس السيسي دعوة من نظيره اللبناني ميشيل عون لحضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت يناير المقبل، وهي الدعوة التي نقلها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. هذا وتسلم الرئيس السيسي أوراق اعتماد 21 سفيرا جديدا، وأكد خلال استقبالهم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. وخلال لقائه وفدا من ممثلي أكثر من 40 من كبرى الشركات الأمريكية، أكد السيسي حرص مصر على تشجيع الاستثمارات الأمريكية وتذليل أي عقبات قد تواجهها، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي رغم ما يكتنفه من صعوبات هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار. وواصل الرئيس السيسي لقاءاته باستقبال رئيس وزراء بلغاريا، حيث أعلن عن إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك. احنا اتفقنا مع فخامة رئيس الوزراء على ان احنا نتعاون فيما بيننا في كافة المجالات المختلفة. تكلمنا عن التعليم وأهميته، التعاون فيه بشكل جيد جدا. تكلمنا عن الصحة وأهمية التعاون فيها بشكل جيد جدا. في مجالات نقل التكنولوجيا وفي مجالات الرقمية والمجالات المختلفة في الرياضيات اتكلمنا. أنا بتكلم هنا كان في تفاهم شديد واستعداد كبير وإرادة سياسية من جانبنا احنا الاثنين. وأكد الرئيس السيسي الدور الإيجابي لتوضيح أهمية مصر لاستقرار المنطقة. كمان تحدثنا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقتنا، واحنا هنا لازم نشكر بلغاريا على انها الصوت اللي بيتم صوت مصر داخل الاتحاد الاوروبي، قد ايه بتقوم بدور ايجابي جدا في ايصال رساله عن اهميه مصر واهميه الاستقرار منطقة من خلال استقرار مصر.
وخلال الأسبوع الماضي حضر الرئيس السيسي بيان الرماية الصاروخية حماة السماء، وأكد أن التطوير والتحديث في منظومة التسليح يستمر وفق منهج علمي مدروس. واختتم الرئيس السيسي هذا الأسبوع بترأس اللجنة العليا المشتركة مع السودان في الخرطوم. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير، أكد الرئيس السيسي سعي مصر للاستمرار في دفع وتعزيز العلاقات مع السودان بما يحقق مصالح وتطلعات شعبيهما. لقد شهدت الأشهر الستة الماضية انعقاد العديد من الاجتماعات واللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، من بينها الاجتماع الرباعي واجتماع آلية التشاور السياسي والهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل ولجنة المنافذ البرية واللجنة القنصلية، بالإضافة إلى لجنة القوى العاملة. وأنني على ثقة في أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من العمل للبناء المشترك على ما تحقق في إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية ستحدث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين وستسهم في تيسير حركة نقل الأفراد والسلع. شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وهو المشروع الذي من شأنه أن ينقل علاقات التعاون القائمة بين بلدينا إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري، وذلك في ظل ما تحظى به مشروعات الطاقة من أهمية بالغة على صعيد دفع جميع أوجه علاقاتنا الاقتصادية والتنموية. كما استضافت الخرطوم خلال الشهر الجاري الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين، وهو مشروع استراتيجي آخر يضاف إلى تعزيز عملية انتقال الأفراد والسلع بين دولتينا، ليمثل بذلك خطوة إضافية على مسار دفع الترابط والتكامل بين البلدين. كما أكد السيسي أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين سيعود بالنفع على شعبيهما، وسيسهم في رفع قيمة الاستثمارات المتبادلة وتوفير المزيد من فرص العمل. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نتائج التنسيق القائم بين وزارة الزراعة ومحافظة قنا لاستكمال إجراءات تسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصرية لأهالي منطقة المراشدة بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءا من تلك الأراضي. كما تابع مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التفاعل مع الشكاوى الواردة إليها حول تراكم القمامة بالمحافظات. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمناورة الرعد 29 والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، والذي يتواكب مع الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأشاد الفريق محمد فريد بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة في حماية بوابة مصر الغربية، وناقش مع عدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية أسلوب تخطيط وإدارة المرحلة. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 29 والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، ويتواكب مع الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة تملأهم العزيمة والإصرار للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والتفاني في تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لتأمين حدود مصر الغربية وحماية مقدرات ومكتسبات الشعب المصري العظيم. تضمنت المرحلة الرئيسية قيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي وقصف مراكز القيادة للعدو،
دفع المفارز المدرعة للاستيلاء على خط حيوي في العمق وتأمينه بالتعاون مع القوات الجوية وتحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي. وبمساندة مدفعية الرمي المباشر وغير المباشر والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الأسلحة المشتركة لتدمير الاحتياطيات وتطوير الهجوم وإرباك وتدمير مراكز القيادة للعدو. وفي نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة الغربية، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه في حماية بوابة مصر الغربية. وناقش الفريق محمد فريد عددا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية في أسلوب تخطيط وإدارة المرحلة، واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عليها مخطط ومنفذ المشروع. حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. أكدت مصادر أن فعاليات منتدى شباب العالم والتي ستنطلق خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ لا تكلف خزينة الدولة مليما واحدا، وأضافت أن المنتدى يساعد في الترويج السياحي لشرم الشيخ بشكل خاص ومصر بشكل عام، ويعوضها عن مزينات والميزانية الخاصة بالتسويق السياحي. أوضحت المصادر أن الأموال المخصصة لل المنتدى من قبل الرعاة والشركاء والقطاع الخاص كانت توجه قبل ذلك في أوجه أخرى أقل فائدة، لكنها توجه حاليا لرعاية الشباب المصري. وصلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الرد على أسئلة المصريين بالخارج ضمن مبادرة اسأل واقترح، ومشيدة بمقترح إنشاء شركة مساهمة مصرية تسهم في رأس مالها المصريون في الخارج. أستاذة سامية، الحقيقة اقترحت إنشاء شركة مساهمة مصرية يساهم في رأس مالها المصريين بالخارج إلى جانب الحكومة. عايزة أقول لك يا أستاذة سامية إن أنا أخذت الطلب بتاعك المرة اللي فاتت في مجلس الوزراء وكلمت مع الوزراء المعنيين، وقريبا إن شاء الله هنعلن شروط إنشاء هذه الشركة، لأنه بالتأكيد الفكرة دي فكرة جيدة جدا، ولابد إحنا كدولة نساعد على صدور بالشكل اللائق، وأيضا أن احنا نبلغ المصريين في الخارج بأهمية هذه الشركة وإزاي المساندات المطلوبة. أعلنت وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على 5,385,000 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السرية. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد خلال ماراثون في الأسكندرية إن الوزارة تعمل على زيادة الفرق الطبية في محافظات المرحلة الأولى، داعيا جميع المواطنين إلى التوجه للنقاط الطبية لإجراء المسح. هذا وشاركت وزارة الصحة في ماراثون الأسكندرية بأربع فرق طبية أسهمت في الكشف على نحو 14,000 مواطن. شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومسؤول التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي إبراهيم لافيا انطلاق ماراثون للدرجات بكورنيش الأسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. وقالت وزيرة البيئة إن المشاركة في مسيرة الدرجات يعطي رسالة تؤكد أهمية مشاركة المجتمع في جميع الفعاليات والتي تهدف إلى خدمة البيئة، كما أنها رسالة ترويجية لمؤتمر التنوع البيولوجي.
الرسالة الرئيسية ان احنا هنروج وهنشتغل للمؤتمر ده من اول اسكندرية لغاية اسوان. فالفكرة ان احنا مش بنحاول ان احنا نعمل ده على مستوى القاهرة او على مستوى المدينة اللي هينعقد فيها المؤتمر، ولكن على مستوى كل المحافظات خاصة المحافظات الساحلية. احنا النهاردة عندنا البحر المتوسط في الاجراءات بتاعت احنا بنحاول برضو من شهر اشتغلنا على جمع القمامة من على الشاطئ لان في اكياس بلاستيك بتؤثر على الحياة البحرية. فكرة مشاركة الولايات سواء بركوب الدراجات او التنظيف بتاع الشاطئ كل دي بتزود وبترسخ المعلومات بتاعتهم. بنحاول نوصل لهم مفهوم التنوع البيولوجي دي من خلال حاجات عملية يعني يحسوا بيها. وجودنا كلنا النهاردة سواء الاتحاد الاوروبي او سويدش انستيتيوت او مسؤولين من وزارة او من الفرع ده بيورينا ان احنا نازلين لكم هنشتغل معاكم، انتوا جزء من هذه المنظومة، انتوا مش جزء فقط من المشكلة. لما يبقى في مشكلة لما مصر هتكون بتحضر حاجة حلوة انتوا لازم تبقوا موجودين معاها في الحاجة الحلوة. ركبتنا يعني في الماراثون بنساعد او بنوعي الناس ان العجلة هتقلل كتير معانا من التلوث اللي موجود في البيئة، وفي نفس الوقت هي حاجة صحية وحاجة رياضية يعني، فهي مفيدة لصحتنا ومفيدة للبيئة. المشاهدين ان العجلة دي رياضة صحية وملهاش دعوة ببنزين أو غلا بنزين أو غلا عربيات. دي أولا هتفيدك كجسما جسمانيا وهتفيدك عقليا، يعني بتنشط العقل لأنها بتنشط الدورة الدموية اللي بتمشي في الجسم كله. تفقد وزير الأثار خالد العناني بعض المواقع الأثرية بمحافظة الوادي الجديد برفقة 30 سفير من دول عربية وأجنبية. ووصف العناني الجولة بالمفيدة حيث إنها رسالة طمأنة ووسيلة للاتصال ومخاطبة العالم من أرض الواقع وتعريفهم بعظمة مصر وحضارتها الفريدة. احنا معنا 30 سفير وأسرهم من 17 دولة، ده بالتالي أكبر تجمع يجي الوادي الجديد من سنوات طويلة. دي رحلة قام بتنظيمها معالي محافظ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الآثار. قمنا بتوجيه الدعوة لهذا العدد الضخم جدا من السفراء من معظم قارات العالم متواجدة معنا النهاردة عشان يتعرفوا على التاريخ والحضارة بتاعت الخارجة. النهاردة مش هينفع نزور الخارجة فقط، بدأنا اليوم بزيارة معبد هيبس، ثم كان في معرض منتجات الحرف اليدوية المشهورة بها الوادي الجديد والبلح، والسفراء مبسوطين جدا وقاعدين بيشتروا. بعد كده بنزور المتحف حاليا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ثم هنزور بعد كده تل النضورة ومنطقة الغويطة، وبعد كده منطقة البجوات، كل الآثار اللي موجودة في منطقة الخارجة عشان يتعرفوا على حضارتها. ده الدور اللي احنا ممكن نعمله عشان العالم يشوف الخارجة من خلال عيون سفرائها في مصر. كل سفير من دول وكل مستشار ثقافي موجود معنا النهاردة هم وأسرهم هيرجعوا في السفارة يتكلموا عن الخارجة، هيشجعوا ناس تيجي، هيشجعوا ناس أجانب تيجي. وده الدور اللي احنا معنيين بيه، ان احنا نبرز القوى الناعمة بتاعت مصر من خلال محافظاتها المختلفة. أمنيا، تواصل مديريات الأمن في مختلف المحافظات الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة جميع صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط. بهدف تحقيق الانضباط في الشارع المصري وفرض سيادة القانون، تأتي حملات اليوم الواحد التي تشنها مديريات الأمن لتحقيق هذا الهدف. وتستمر هذه الحملات على مدار يوم كامل مستهدفة كافة المظاهر السلبية بالشارع وصور الخروج عن القانون، وفي مقدمتها الإشغالات والتعديات وفوضى المرور. الحملات نجحت في تحقيق نتائج إيجابية من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة سير السيارات والمشاة، وساهم ذلك في تحقيق انسيابية مرورية كاملة. جزء كبير من هذه الحملات يتضمن تكثيفا للوجود المروري الفعال في الشارع لضبط كافة المخالفات المرورية من انتهاء التراخيص وصولا إلى المواقف العشوائية. وسوف تتواصل هذه الحملات على مستوى الجمهورية للقضاء على مظاهر الفوضى والخروج عن القانون. تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية من ضبط راكب متجه لإحدى الدول العربية وبحوزته أكثر من 3 ملايين جنيه. الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية تمكنت من ضبط أكثر من 3 ملايين جنيه بحوزة راكب مصري كان متجها لإحدى الدول العربية أخفاها داخل حقيبته التي اشتبهت بها الخدمة الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب بمطار القاهرة، وبتفتيشها عثر على هذا المبلغ الذي يخالف قانون النقد المصري.
نفذت مديرية أمن الغربية شوادر متنقلة لبيع البطاطس بسعر 5.50 جنيه للكيلو على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتة وكفر الزيات، وشهدت السيارات إقبالا كبيرا من المواطنين موجهين الشكر للرئيس السيسي ومدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة على تلك المبادرة التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار. قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الوزارة افتتحت 764 مدرسة قرآنية خلال عام، لافتا إلى أن المستهدف إنشاء 1500 مدرسة على مستوى الجمهورية. ومن جهته أكد مفتي الجمهورية شوقي علام إن دار الإفتاء تقوم بترجمة الدراسات التي تواجه بها فكر الإرهابيين من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية. جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقرة. اعتبر رئيس الدراسات العربية والإسلامية بإحدى الجامعات الألمانية الندوة التي نظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين تحت عنوان الإسلام والغرب وتنوع وتكامل، خطوة مهمة لتحقيق فهم أفضل بين الثقافات المختلفة. أعتقد أن هذا المؤتمر هو خطوة هامة جدا لتحقيق فهم أفضل بين الحضارات والثقافات المختلفة، وهذا هو الأهم الآن في العالم الذي تتزايد فيه العولمة. نحن نعيش معا، وأعني أنني أتحدث عن الإسلام في الغرب. في الحقيقة هناك الكثير من المسلمين الذين عايشون في أوروبا الآن، ونحن بحاجة لوصول طريقة للعيش معا وأن نستمتع بالإنجازات الرائعة في الشرق الأوسط. فأنا عن نفسي أعمل أستاذ للدراسات الإسلامية في ألمانيا وأدرس لطلاب مسلمين، العديد منهم ذوي أصول ألمانية والعديد الآخر من أصول مختلفة، لذلك فإن هناك خليط متميز في فصلي من الطلاب، ونقوم بتعليمهم بقيمة الإنسانية والثقافة وقيمة العيش المشترك. عربيا، ترأس العاهل الأردني عبد الله الثاني اجتماعا لمجلس السياسات الوطنية لمتابعة تداعيات السيول التي اجتاحت منطقة البحر الميت وأسفرت عن مصرع 21 شخصا وعشرات المصابين. وجه العاهل الأردني خلال الاجتماع بإعداد تقرير مفصل عن الحادث وتحديد المسؤولين عنه بكل شفافية، ومواجها بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمصابين. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث هناك. قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى سلطنة عمان، هي الأولى له منذ عام 1996 بحسب بيان لمكتبه. التقى نتنياهو خلال زيارة السلطان قابوس، والذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الجانبين. استشهد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل. كان الآلاف من الفلسطينيين توافدوا على الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في فعاليات جمعة غزة صامدة ولن تركع ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار. بحث
تباحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سبل دفع الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي وتدعيم مجالاتها. وأوصف الشاهد في مؤتمر صحفي عقب المباحثات لقاءه بيونكر بالمهمة، لافتا إلى أنه تطرق للتعاون الاقتصادي والسياسي. ومن جانبه أعلن يونكر أن المفوضية قررت إدراج تونس في برنامج الحماية الأوروبية. أكدت الرئاسة الروسية الكريملين أنه لا يوجد سبب يدعو موسكو للتشكك في تصريحات العائلة المالكة السعودية عن عدم ضلوعها في مقتل الصحفي جمال خاشوشوجي. وأعرب المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيساكوف عن ترحيب بلاده بدعم السعودية للموقف الداعي للتحقيق في القضية. وإلى آخر تطورات المشهد السوري، حيث أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورة أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض أي دور للأمم المتحدة في قضية تشكيل اللجنة الدستورية، وطلب بسحب المقترح الأممي بالقائمة الثالثة. وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن قال دي مستورة أن دمشق تعتبر مسألة الدستور هو شأن داخلية. السيد المعلم لم يرى ذلك متسقا مع مبادئ السيادة وعدم التدخل، وبوجه أساسي السيد المعلم لم يقبل دورا للأمم المتحدة بوجه عام في تحديد أو اختيار القائمة الثالثة الوسطى، وإنما السيد المعلم أشار إلى أن حكومة سوريا وروسيا اتفقا مؤخرا على أن يكون ضامن اتفاق أستانا والحكومة السورية بالتشاور ما بينهم سيعد مقترحا يتعلق بالقائمة الثالثة. انتقد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة تجاهل دي مستورة للغارات التي يشنها التحالف الدولي على المدنيين في سوريا وتمسكه بالتدخل في مسألة كتابة الدستور. لقد علمت هذا المجلس ب96 رسالة رسمية بالجرائم المروعة التي يرتكبها هذا التحالف اللاشرعي بحق المدنيين السوريين، وأوضحت لكم أن هذا التحالف قد استهدف كل شيء إلا المجموعات الإرهابية المسلحة. لقد انخرطت بلادي بإيجابية كاملة بمسار أستانا، كما تعاطت بشكل إيجابي مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وما زالت متمسكة بنتائجه التي تمثلت بالاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي. ويمكن للمبعوث الخاص القيام بدور الميسر لأعمال هذه اللجنة. إن حكومة بلادي التي كانت أول من قام بتسليم قائمة المدعومين من قبل الدولة السورية لهذه اللجنة إلى السيد المبعوث الخاص، تؤمن بأن الدول الضامنة قادرة على لعب دور هام بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية. من جهته قال ممثل واشنطن بالجلسة إن المبعوث الأممي لديه كل الصلاحيات من مجلس الأمن للقيام بدور في تشكيل اللجنة الدستورية، ومشيرا إلى أن الدول الضامنة لمسار أستانا ليست مخولة لهذا الدور. لا يجب أن يشك أحد في أن المبعوث الخاص لديه الولاية للمضي قدما في إنشاء اللجنة الدستورية، وأي قائمة يقترحها أي طرف يجب أن يوافق عليها المبعوث الخاص، وليس فحسب فيما يتعلق بعضويتها ولكن أيضا في طريقة تشكيلها. هذه مهمته ومسؤوليته، وليس فحسب من سوتشي ولكن من الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن 2254، ويجب أن نتفق تماما على أنه ليس هناك بديل لعملية سياسية أممية كما ورد في هذا القرار وكما تم الموافقة عليها بالإجماع في هذا المجلس. هذه العملية السياسية يجب أن تمضي قدما الآن. من جهته دعا المندوب الفرنسي روسيا للضغط على النظام السوري من أجل تشكيل اللجنة الدستورية. مقتنعون بأن اليوم هي المرة الأولى منذ 7 سنوات
أن هناك فرصة ضيقة لتحقيق ذلك. أيا كان من السيناريوهين، إما المشجع وإما المثبط ممكنا، لكن الاعتماد الخيار يتوقف علينا وقدرة هذا المجلس للاتحاد حول خيار السلام. وإنشاء اللجنة الدستورية يمكن ويجب أن يكون نقطة التحول التي نتطلع إليها. نفذت الشرطة العسكرية الروسية ولأول مرة دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في المنطقة منزوعة السلاح بالجولان السوري المحتلة. وقال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية إن المهمة الرئيسية للقوات الروسية هي ضمان أمن بعثة الأمم المتحدة في المنطقة، ومشيرا إلى أن النطاق الدوري سيتم توسيعه في المستقبل ليشمل جميع أنحاء المنطقة العازلة. للاقتراب أكثر بالتحليل والنقاش في الملف السوري، دعونا نستقبل هاتفين الآن السيد عبد المجيد بركات، وهو الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد المجيد، تحياتي لك في البداية، وأبدأ معك بهذه التصريحات لستيفان دي مستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، والذي يقول ويصرح بأن دمشق رفضت أي دور أممي في تشكيل اللجنة الدستورية. يعني تداعيات هذه التصريحات برأيك سيد عبد المجيد بركات؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، ربما سنعاود الاتصال به مرة أخرى خلال هذه النشرة. سيد عبد المجيد بركات الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك على أي حال. في شأن آخر، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي دعم بلادها للحكومة العراقية في جميع المجالات، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في قطاعات الأمن والإعمار والاستثمار. تولى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حقيبتي الدفاع والداخلية بالوكالة حتى تعيين وزيرين جديدين. كان البرلمان العراقي منح الثقة ل 14 وزيرا من أصل 22 في حكومة عبد المهدي على أن يجتمع مجددا في 6 نوفمبر المقبل لإكمال التصويت على باقي التشكيلة الحكومية. أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اعتقال خلية من عصابات داعش الإجرامية كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في الأنبار. وذكرت الخلية في بيان لها إن عملية القبض على الخلية الإرهابية تمت في منطقتي الحبانية والقائم بالأنبار وفقا لمعلومات استخبارية، ومشيرة إلى نقل العناصر الإرهابية إلى مراكز التحقيق. انتقل وياكم الآن لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. لأضع حدا فورا لكل ذلك.
أنهيت جلسة إحاطة مع وزارة العدالة بعد اعتقال المشتبه به. أود أن أثني على جهود مكتب النائب العام ومكتب تحقيقات وشرطة نيويورك وكل الأجهزة الأمنية في البلاد برمتها على هذه الشراكة والجهود الحثيثة والإنجاز السريع. ورغم صعوبة العثور على المشتبه به، وأود أن أهنئهم على هذا العمل الرائع. ويتعين على الأمريكيين أن يتحدوا وأن نبرز للعالم أننا متحدين بسلام وبتناغم كمواطنين أمريكيين، وليس هناك دولة مثل دولتنا. ويوميا نثبت للعالم إلى أي مدى نحن عظماء. إذن أنتم حقيقة رائعين. أقدر لكم الوقت الذي خصصتموه لي، ويوما أحدكم أو ثلاثة أو أربعة منكم سوف يكون واقفا هنا، ولا شك لدي أن هذا سوف يحدث. من يود أن يصبح رئيسا ذات يوم؟ إذن لدينا مجموعة طموحة هنا اليوم. أشكركم جميعا، أقدر لكم حضوركم، أشكر الإعلام على حضورهم، ومرة جديدة نود أن نهنئ كل الأجهزة الأمنية. لدينا أفضل أجهزة أمنية وأثبتوا ذلك. شكرا. تابعنا إذن in the Young Black Leadership Summit, because you are true leaders on your campuses, in your churches, and in your communities. You are leaders. Leaders of the future. You're leaders of the present also. Remember that. You're leaders of youth. But it's really something to be your age. And where are you standing in the White House? Not bad. تابعنا مع حضراتكم كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حيث وجه الشكر لجهود النائب العام وكذلك كل الأجهزة الأمنية على الإنجاز السريع. ورغم صعوبة الحصول على المشتبه به في الحادث الأخير بأمريكا، وجه التهنئة لهم على هذا الجهد الرائع. في الملف اليمني، بحث السفير اليمني لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث الجهود الأممية الرامية إلى استئناف مشاورات السلام بعد تعثرها الشهر الماضي بسبب تعنت الحوثيين وامتناعهم عن المشاركة. وأكد بن مبارك أن الحكومة تدعم الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة لاستعادة الدولة وفقا للمرجعيات المتفق عليها دوليا، ومؤكدا ضرورة مواصلة الضغط العسكري على الحوثيين من أجل إنجاح مساعي السلام. ومن جانبه أكد جريفيث استمراره في السعي لاستئناف المشاورات في أقرب وقت ممكن بين طرفي النزاع باليمن. أدانت وزارة حقوق الإنسان الاستهداف الممنهج الذي تقوم به ميليشيات الحوثي بحق الصحفيين والإعلاميين من خلال اعتقالهم أو ملاحقتهم والاعتداء عليهم. أوضحت الوزارة أن آخر تلك الاستهدافات الممنهجة هو اعتقال 20 ناشطا من الصحفيين والمشاركين في مؤتمر تحت عنوان مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، الذي أقيم برعاية منظمة اليونسكو في العاصمة صنعاء. ودعت الوزارة مكتب المفوضية السامية ونقابات الصحفيين والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى ممارسة الضغط على هذه الميليشيات لتتوقف فورا عن تلك الانتهاكات.
دوليا أعلن الأمن الروسي القبض على خلية من 6 أشخاص تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو. وأوضح في بيان أن الخلية يتزعمها أفراد مقيمون في سوريا، لافتا إلى العثور بحوزتها على أسلحة نارية ووسائل اتصال، إضافة إلى مخططات لتصنيع عبوات ناسفة. أعلنت منظمة حلف شمال الأطلنطي الناتو أن ممثليها سيجتمعون مع وفد روسي يوم 31 أكتوبر الجاري بمقر المنظمة في بروكسل لبحث الأوضاع المتوترة حول مستقبل اتفاقية الصواريخ التاريخية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما سيبحث الاجتماع التدريبات العسكرية التي تشنها الناتو بالقرب من حدود روسيا الغربية. أعلنت الخارجية الروسية أن العمل مستمر على تحديد موعد زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جون آن إلى موسكو. إلى هذا أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية أن كيم سيصل إلى روسيا أواخر أكتوبر أو مطلع نوفمبر. استنكر ميخائيل غورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة للحد من التسلح ساعدت في إنهاء الحرب الباردة، وقال إن ذلك ينذر بسباق تسلح جديد من شأنه أن يزيد خطر اندلاع صراع نووي. وعرب غورباتشوف عن أمله في مقال بصحيفة نيويورك تايمز في أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن القرار عبر المفاوضات. أعلنت الخارجية الروسية أن الوزيرين سيرجي لافروف ومايك بومبيو بحثا هاتفيا التحضير لقمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. جاء ذلك عقب إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن البيت الأبيض وجه دعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة واشنطن، ولم يوضح بولتون إذ كان بوتين قبل الدعوة أو أي تفاصيل أخرى حول الموعد. اعتقلت الشرطة الأمريكية شخصا في ضواحي مدينة ميامي بولاية فلوريدا يشتبه في صلته بإرسال طرود مشبوهة لسياسيين بارزين. أكد مسؤولون أمريكيون أن الشخص هو المشتبه به الرئيسي في إرسال الطرود المشبوهة. عثرت السلطات في وقت سابق من اليوم على طردين مشبوهين أثناء تفتيش مقر البريد في فلوريدا، أحدها مرسل للسيناتور الديمقراطي كوري بوكر والآخر لرئيس جهاز الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر. Okay, this is the first checkpoint.
للمزيد ينضم معنا هاتفيا الآن دكتور عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية. دكتور عاطف، بعد التحية، يعني تداعيات الموقف برأيك في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة يعني مدينة فلوريدا في أمريكا؟ نعم، قبل قليل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلطات الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في ولاية فلوريدا في بلدة تدعى هوليوود في ولاية فلوريدا، وكشفت السلطات عن اسمه سيزر سيوك في 56 من عمره، ويقال إن له تاريخا جنائيا متعددا طويل الأبد. علينا طبعا الشرطة الاف بي اي تعقد مؤتمرا صحفيا بعد ساعتين من الآن، وخلال هذا المؤتمر من الممكن أن نتعرف على المزيد من المعلومات. ولكن التحريات الآن تركز على نقطة هامة جدا، وهي هل هذا الرجل الذي قبضوا عليه تصرف بمفرده أم أن له شركاء أو جهات وراءه؟ من الاطلاع على اسمه يدلل على أنه من أصول لاتينية. في ولاية فلوريدا العديد من الأمريكيين ينتمون إلى أصول لاتينية، أي من أمريكا الجنوبية، بالنظر إلى أنها ولاية جنوبية وتقع بالقرب من أمريكا الجنوبية. إذن السؤال الآن هو هل هذا الشخص كان بمفرده عندما أرسل هذه الطرود البريدية المتفجرة، أم أن معه شركاء آخرون، وفي هذه الحالة ستواصل الشرطة بحثها عن هؤلاء؟ ولكن يعني الإجابة على سؤال حضرتك الآن يعني دكتور عاطف، هل ممكن أن تكون هناك بعض الإرهاصات أو الدلائل يعني التي من المفترض أن نقرأها لما وراء هذا الحادث تحديدا في أمريكا؟ نعم، بدون شك. أولا هناك نقطتان رئيسيتان. النقطة الأولى أن هذه الجرائم طبعا الحمد لله لم تؤدي إلى قتل أو إصابة أي أحد هذه المتفجرات البريدية، ولكن هذه الجرائم تأتي قبل 13 يوما من موعد الانتخابات النصفية التشريعية هنا في الولايات المتحدة، وهناك هذا الجدل السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين من سيحصل على أغلبية في الكونغرس الأمريكي نتيجة لهذه الانتخابات. النقطة الثانية الأكثر أهمية في الواقع هو أننا إذا نظرنا إلى قائمة الضحايا أو قائمة الشخصيات التي أرسلت لها هذه الطرود البريدية المتفجرة، نجد أنهم جميعاً من خصوم الرئيس ترامب السياسيين، يعني ابتداء من الرئيس السابق أوباما، ابتداء من وزيرة الخارجية السابقة كلينتون، ابتداء من نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. القائمة طويلة، إذا نظرت فيها ستجدين أن كلهم إما ممن ينتقدون الرئيس ترامب أو ممن تعرضوا لهجمات كلامية وانتقادات من جانب الرئيس ترامب. إذن 1+1=2. لا شك أن المناخ السياسي السائد الآن وأقوال وسلوك الرئيس ترامب خلق مناخا دفع مثل هذا الشخص المعتوق المتطرف أكيد يعني إلى قيام بهذا العمل. يعني أفهم من حديثك الآن دكتور عاطف أن هذا الأمر ربما يكون مرتبط بالمواقف السياسية أو بشخص الرئيس الأمريكي؟ نعم، إلى حد كبير. طبعا ليست لدينا دلائل مؤكدة على هذا، والرئيس ترامب بنفسه يدافع عن نفسه ويقول أنا ليست لي أي صلة بهذا العمل، ولكن طبعا هناك مناخ وبيئة تؤدي ببعض المتطرفين، ببعض المعتوهين، ببعض المختلين عقليا إلى إساءة الموقف، وبالتالي إلى سلوك، وخصوصا وأن هذا الشخص له سوابق إجرامية. إذن بدون شك هناك حاجة الآن في الولايات المتحدة إلى تهدئة المناخ السياسي الذي بصراحة يعني، وأنا هنا أجمع 1+1=2 ولست متجنيا على أحد، أعتقد أن المفتاح الآن في يد الرئيس ترامب، يجب أن يقوم بتخفيف حدة لسانه
والعمل على تحقيق وحدة وطنية حقيقية في المجتمع الأمريكي. دكتور عاطف عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. ليس بعيدا عن الشان الأمريكي، حيث وافق وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس على إرسال قوات من الجيش إلى الحدود من المكسيك لمنع دخول قافلة مهاجرين إلى الولايات المتحدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعطى أوامر للجيش بالتحرك لحماية الحدود الأمريكية، وأشار في تغريدة له على تويتر إن القرار يأتي في ظل حالة الطوارئ الوطنية. وإلى الأخبار الاقتصادية، حيث أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالتوسع في برنامج الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات منخفضي الدخل. وخلال لقائه بأعضاء بعثة البنك الدولي لبحث التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي والبالغ نحو 500 مليون دولار، لفت مدبولي إلى أن التمويل الإضافي المطلوب من البنك سيتم استخدامه في دعم المستفيدين من البرنامج. ومن جانبها أشادت بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي. أكد وزير البترول طارق الملا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى دفعة قوية للاستثمار في جميع مجالات العمل البترولية. وخلال استقباله رئيس شركة بتروناس، أشار الملا إلى أن العمل جار على إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية للبحث والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. ومن جانبه أكد رئيس شركة بتروناس اهتمام الشركة بالعمل مع مصر كونها منطقة جذب للاستثمارات. توقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار زيادة معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السودانية خلال المرحلة المقبلة. وقال نصار في تصريحات إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانية أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين البلدين. أكد وزير التموين علي المصلحي الدور الاستراتيجي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في تحقيق الهدف القومي لإنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب الحديثة. كذلك خلال مناقشة الجمعية العمومية للشركة شركة الموازنة التقديرية على العام المالي الحالي ومتابعة موقف الصوامع التي تم تشغيلها في المحافظات. وإلى حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليلة، مائل البرودة في آخره. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفي ميالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. We'll be right back.
من حالة طقس إلى تذكير بعناوين النشرة. السيسي يعرب لرئيسة إثيوبيا تطلعه لمواصلة تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. ديمستورا يقول إن دمشق رفضت أي دور أممي في تشكيل اللجنة الدستورية. واشنطن تعلن اعتقال شخص في ضواحي ميامي على علاقة بالطرود المشبوه. انتهت النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في رعاية الله وأمنها. إلى اللقاء.